السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الـ IBM اللي هو SPSS ده برنامج كويس جدا لتحليل الداتا اللي عندنا. طيب نفترض ان انا عندي ملف معمول اكسل، او مثلا عملت استبيان وحولته لاكسل وعايز افتحه على البرنامج. فاجي هنا من فايل وهقول له اوبن، انا عايز افتح داتا بروجكت. ده لو هو اصلا معمول على الـ SPSS داتا. طيب وهقول له بقى الملف موجود فين. طيب بفرض ان انا ما عنديش، ممكن افتح الملف اللي هو موجود فيه السي. تمام، خليني اجي هنا اقول له انا عايز اكسل سي بروجرام فايل، وبعد كده اسم الشركة اي بي ام، وبعد كده اسم البرنامج، وبعد كده دلوقتي انا عايز ادخل على سامبلز انجلش. ده الملف هوت ملف الاكسل، واقول له اوبن، وبقول له بقى ايه اول اختيار دوت. يعني ايه؟ يعني الصف الاولاني دوت ده مش داتا، ده عباره عن اسامي الاعمده. يعني اول واحد ده ما تعتبرهوش اسم الشخص احمد محمد، لا ده النيم او الدرجه او اسم الماده او كده. فبقول له هنا، وبعد كده بختار الورك شيت اللي انا هشتغل عليها، اقول له اوبن، فبيبدا يفتح لي بالشكل دوت. دي الداتا فيو، وده الفاريبل فيو اهم، الايج والادريس والانكم وكل المعلومات اللي انا محتاجها، وبعد كده تايب نمبر وسترينج، وده الميجر. هل هي سكيل زي اغلب الداتا بيانات ولا اوردينال ولا نورمينال. وهنا كله انبوت بيدخل بيانات، فبتلاقي كل هنا. ممكن تيجي بقى تقول له انا عايز اعمل تحليل اناليسيز للبيانات وتطلع الريبورت اللي انت عايزه زي ما انت عايز، حدد القناه اللي انت عايز تحلل البيانات اللي فيها. ممكن تقول له انا عايز اشوفها كشارت، وتبدا تختار شكل الشارت بتاعك، وتشوف بقى اني واحده اللي هتبقى في الاكس واني واحده مثلا اللي هتبقى في الواي بالشكل دوت.